قبل ما تشاهد الفيديو المرجو اشتراك في القناة والضغط على زر الجرس. مرحبا بالجميع. الآن هو الافتتاح من طرف رئيس الجماعة والقائد. اليوم كنشاهدوا اول افتتاح ديال اول معرض ديال المنتوجات المحليه بزناته. هذه الفكره اللي كانت رايجه عند بزاف ديال الفعاليات المجتمع المدني الزناتي وبزاف التعاونيات لانهم بغاو يحققوا هذا الحلم ديال انهم يكون عندهم معرض في عين حروده. اليوم بفضل واحد الشركاء زاكورا ومؤسسه سمارت مبادره سمارت بشراكه مع جمعيه اصواش اننا قررنا ان نخرجوا هذه الفكره لارض الوجود ولما لا نتقاسموا مع التعاونيات ديال عين حروده هاد الابداعات ديالهم وهاد البرودكسيون ديالهم الجميل والرائع. كيف ما كتشوفوا اليوم حضور جميل جدا، كلشي الناس فرحانه انه دار هذا المعرض. هذا المعرض اللي بين لنا منتوجات محليه ما كناش عارفينها صراحه. احنا كاملين متفاجئين بهذا المستوى ديال التعاونيات اللي عندنا في زناتها والمنتوجات ديالهم. مازال كاين مشاكل ديال التسويق اللي غنخدموهم معاهم مركز زاكورا وكذلك جمعيه اصوات في الدعايه والاشهار. اولا هذه المناسبه اللي هي مناسبه عزيزه على العالم كامل، مناسبه عيد المراه، جمعيه اصوات وزاكورا وسمارت انها قررت انها تحتفل بهذه المناسبه ديال 8 مارس ديال عيد المراه وتكرم المراه الزناتيه وتعطيها واحد شويه من بزاف الحوايج اللي كتعطيهم لنا المراه الزناتيه. مرحبا بجميع الحضور. البرنامج مازال مستمر، غدا ان شاء الله غيكون كذلك اول ديفيلي ديال القفطان اللي سميتو قفطان زناتها. هذا القفطان اللي غيكون فيه تكريم عرض ديال الازياء وغيكون تكريم ديال عده نساء رائدات بعين حروده وكذلك حفل فني من جمعيه اصوات وعده مفاجات ان شاء الله. المعرض مازال مستمر الى يوم الاحد. مرحبا بجمهور زناتها، مرحبا بجميع الناس اللي بغاو يتعرفوا على التعاونيات بغاو يشوفوا المنتوجات المحليه. ولا ننسى الشكر والشكر دائما للسلطه المحليه والدرك الملكي والجماعه جماعه العين حروده وكذلك قوات المساعده والصحافه الالكترونيه ونشكر كل الشكر تعاونيات عين حروده زناتها. هاد التعاونيات ديال عين حروده زناتها اللي بينوا انهم على تبارك الله على الحنكه ديالهم في الدومين ديالهم. وكنبغي نقول لكم مرحبا بكم في التعاونيات وفي اكسبو زناتها 2020. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. انا من تعاونيات النخيلات اللي كدير هذا الشيء ديال لي برودوي كوزميتيك المواد الطبيعيه. جينا هنا عرضنا المنتوج ديالنا في هذا المعرض لاول مره في 17 اللي كنتمنوا انها تكون بادره
ونبقاو دائما يكون هاد المعارض باش نعرضوا المنتوج ديالنا ونتعرفوا كتعاونيه بالمنتوج ديالنا. وكنشكروا هاد الناس اللي عيطوا لينا باش نشاركوا في هاد المعرض ونفرضوا الوجود ديالنا بالمنطقه، اللي كنتمنوا ان المنطقه حتى هي تكون عندها هاد البادره ديال المعارض ديال دي سونتركم فحال هاد السونتر اللي تحت لنا الفرصه باش نشاركوا ونعرضوا منتوج ديالنا اللي كيتكون من منتوجات طبيعيه كزيوت كماسكات كتقطير المواد الطبيعيه. السلام عليكم، مالك نويح، رئيسه التعاونيه الحداقه الزناتيه. حنا جد سعداء ان يكون عندنا معرض هنايا في عين حروده. الشكر موصول لكل الفعاليات اللي كتساهم في انجاحه، المركز السوسيو التربوي، جمعيه اصوات، وكل من ساهم من قريب ولا بعيد في انجاح هذا المعرض. ونتمنوا ان هذه تكون على البدايه، ومن بعد يكونوا معارض اخرى سنويه ان شاء الله. هذا اللي كنتمنوا. السلام عليكم، ساكني فاطمة، رئيسة التعاونية سرا ونقل المبادرة التنموية بعين حرودة، اللي كيتواجد المقر ديالها في دوار حجر الزنقة 5 رقم 42. كتشتغل التعاونية على النسيج والخياطة، ملي كنقول النسيج الزربية وكل الأعمال التي تدخل في إطار النسيج، والخياطة التقليدية والعصرية. وكنستهدفوا كذلك واحد الشريحة من المجتمع اللي هي الفتيات المنقطعات عن الدراسة في سن ما بين 15 إلى 30 سنة. هاد الفتيات كنسهروا على التكوين ديالهم بشراكة مع وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي. الحمد لله لحد الآن استطعنا أننا نكونوا واحد 34 فتاة منقطعة عن الدراسة في سن ما بين 35 سنة، وماشي غير تكونوا، أنهم حصلوا على شواهد معترف بها من طرف الدولة ومشرفة كذلك. الحمد لله كاين واحد العدد ديال الفتيات اللي التحقوا بشركات، كاين اللي دارت مشاريع في إطار الصناعة التقليدية، كاين اللي مازال في طور البحث عن عمل، الله يوفق. وكاين اللي دمجات معنا في التعاونيه، وان شاء الله حنا ما بغيناش نوقفوا غير عند هذا الحد، بغينا هاد الفتيات حتى هاد النساء اللي في وضعيه صعبه حتى هما يكون عندهم واحد الاستقلال ذاتي. وكنشكروا الجميع اللي صار على هذا المعرض، لانه فرصه باننا نتعرف المنتوج ديالنا. ما تنساوش تابوناو في اليوتيوب وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم جديد ناتا نيوز.